لا واو كلاسيك برجر ثانك يو كلاسيك برجر اخر مره واحد راح ياكل منه هذا الكلاسيك برجر راح ايه باي كلاسيك برجر واو كلاسيك لا كلاسيك يلا قدر قدر كلاسيك برجر ايه حسي حالك ايه مع الحيط كلاسيك برجر ثانك يو كلاسيك كلاسيك برجر برجر تشيكن كلاسيك برجر كيف تقولوا انتو كلاسيك برجر برجر كلاسيك برجر ثانك يو ميرسي كلاسيك برجر 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 ايه الله ثانك يو كلاسيك برجر حلقتك حتعطيك طاقه ايجابيه يلا عاد رفيق من هيك شوف عاد رفيق حمي شوف جيبي لي كاتشب حياتي الله أبد ما عدت زي أولي ملك قلبي ولك أحلى كلاسيك برجر Thank you كلاسيك برجر كلاسيك برجر We love you لسه كلاسيك برجر مين اللي بتاع مين برجر برجر كلاسيك برجر حبيبي إذا غدا حقيقي يعني همبرجر is all we do is all we do ما بلش بتقول I'm working on my charisma ما بعرف جديد I love you I love you I love you وبدي أشوفك قريبا يا ابني انت اخذتها برني من خيرك مع احلاهم تظبيط 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 يا نسيم لا والله هذاك الجمال المغربي الطبيعي احلى بنات بنات المغرب بالعالم قدام شويه قال لك انا احطه هنيك فعلا علنا انا انا بشهد على الشيء احلى بنات احلى جمال جمال بنات المغرب اسمع اسمع اقول لك شيء مدام ماري قالت لها مدام ماري هم قال لك احنا عايزين نستحمل لما العيال ماري قالت لها قليل انه يجي شخص حلو صوته حلو بنفس مين بقى اللي صوته حلو حنان مين اللي صوته حلو؟ مين اللي شكله حلو؟ مروان؟ مدام ماري، مدام ماري قالت لحنان، لحنان قالت لها قالت لها كنا قاعدين لحالنا قعدت مع نسيم عم بعمل معه ال بعمل معه الإذاعة تبعنا وياك أبيغ زلمة على وجه الأرض بس قل له احكي أبيغ زلمة على وجه الأرض حبيبي أنا نومينة يعني عادي يكون بايخ الأسبوع قتلني قلت له قوم خد اتصال رحلنا تحلك ما نفوت لي الخبرية انا ما عم بلاقي اكل بربرات ياكل ما علقنا زعجني نفسيتي وما بننسى انه هندسة الصوت غايب محمد عباس بسبب السفر انا سافرت خليك يا حبوب هات ما تصير كلك كاتشب الليل بالليل قولي له ليه سكتة ليه ما عندك بالليل اليوم اجرم عليكم كلكم اجرم عليكم كلكم اليوم شوف شو انا كمان طب ليك اليوم اذا بتنامي ثانيه اليوم اذا بتنامي انت ثانيه عم تحكي جد حنون حنون سؤال صغير عايز اساله لك ليه شخصيتك قويه حياتك وعند رافائيل شخصيتك ضعيفه وما بتحبيش ترد عليه عشان بتحبيه ولا عشان اكيد حب وبتخافي منه ايه خافي منه قولي لي بتحبيه قولي لي يعني عايزه جمع من الاثنين لا مش غلط خاف منه والله مش غلط بلاش دبلوماسيه يعني لا ما بخاف ما بخاف ثواني بعد اذنك لا مالكش دعوه هي اللي بس بدي هي اللي ترد هي اللي ترد هي اللي ترد قول يا حنان مش هرد ليه ما عندكيش رد فاتني كاتشب قلبي شفتي بصيتك خوف خايفه تقولي حاجه هو يبدا يتعصب عليكي خالص هو فاهم عشان ايديه ببص فيه كده شكله كده مش نوع عرقين من عينيه جانبي لخبط مروان انا هيدا طرشة المي وقفت قدامك عم بتطلع فيك واكلت سط المي ما حنسيلك اياها كل حياتي يا ابني صرنا قعدنا رفقات انا وياك وحنظهر دار رفقه بتعرف شو يعني شو حيصير فيك ما حنسيلك اياها شو هي يا حبيبي هيدا طرشة المي شو يا بابا وشي مش انه مروان يعني اللي يعمل حاجه يبقى ده الاخر ما يطلعش لا انا الشيء اللي تفاجأت فيه رفيع عن جد في شغله شخصيته قويه وكل شيء تفاجأت كيف سكر الباب وقعد جوا انا هون ماشي ماشي قوي رافائيل في حقه زين هي رافائيل اكيد هيدا اكيد رافائيل مش هون رافائيل بتجم ناس فوق في اوضه التليفونات مش في اوضه البنات عيب يعني بتتحمى في اوضه البنات
قد البنات وبتاخد لون موف. انت والدولفين ده، الدولفين ده ياكل لون موف يا سائل، لون موف. اكل له مثل ميه وهو واقف جوه الحمام. مان اكل سطر يعني، فكر نفسه يعني زكي اللي هو انا قافل عليه الباب محدش عارف يوصل. زكي كبير. انت غبال، انت غبال من فوق. تذكر وقت كبوا علينا طحين. ما كنت هون، طلعوا هون الزكية كبوا علينا طحين وعيت عليهم انا بالليل عم شيل طحين من دينيه. وحياة أم من دينية. أنا ضغطت عليهم من مرخيل. أنا نايم غير تأخذ من كلنا شقلبنا تخططنا. كلنا نمنا في تخطة تانية، في تخطة تانية. كله طحين. بالذات الليلة من وعيت أنا طلعت على منظري صار عمري 60 من. شبت. نايم مرتين عم بعملوا طحين. بقيت حق مروان. أنا بقى عملت إيه؟ أنا صاحي من النوم. أنا دينا بهدلتنا. من بعد ما هم يعني هم حطوا الطحين من هنا وأنا صحيت من هنا. هم خلوا خرب. دينا عملت لك بعدين. لقيت النور بتاع يعني هم شغلوا الكنترول شغل النور. فانا صحيت على النور. المهم فانا لما صحيت حسيت عارف لما يكون في حاجه ماشيه على رقبتك زي ما حاجه زادت بان يعني فاهم حاجه اللي هو بالراحه كده متزلزل. فانا قمت عامل كده ببص فلقيت غبار. فانا قمت باصص في السقف قلت ليه بيقع من فوق. مفكر ان الطحين جاي من فوق حاجه بيضه واقعه عليا من فوق. قعدت ابص فوق وبعدين ابص في الجنب انا مش عارف جاي منين الغبره. بصيت في المخده لقيت المخده كلها طحين ووشي كله طحين. مان انا شو عملت؟ جسمي والتيشيرت انا وعيت لا وحاطين على السرير تحت رجلك وجنبك واللي هو عشان لما تتقلب شغالين 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 منيح يعني مروان. نعم. يا مروان انا وعيت. انا ما وعيت. طلعت بالمراية بس الحته دي عملتها لك انا. جيت طلعت بإيهاب. إيهاب مان مرمد. لا اضحك إيهاب صحيته. إيهاب. طلع شاف حاله نام. إيهاب طب عمل لي شو؟ عمل لي قلت له انت شايف؟ هو شافني وانا قلت له شفت البنات عملوا ايه؟ ونام. اوكي؟ صحي الصبح لا صحي الصبح بص في المراية كده قال لي ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ قلت له ايهاب انا صحيت لك امبارح بالليل قلت لك لا احنا المغاربه بنعمل كده بنقوم مش فاهمين الوضع يعني ايه المغاربه بيعملوا كده؟ المغاربه كلهم ما بيصحوا من النوم ما بيركزوش مش كده بس يعني مش يعني انا كده برضه انا اوقات ما بفكر يعني ممكن اقول لك حاجه وتصحي مش فاكراها؟ احنا تونس لا لما اكون فاهم يعني احنا مجموعه سوري قاعد عايز افرحكم بشيء انه انا قلت لرافائيل تعال نطلع رافائيل اي لا تحت وتخبى تحت التخوت هم اصلا هتروحوا فين انا كان بدي يفوتوا معني فاتوا البنات هيدا قال اذا زلم يطلع انا قلت لك رافائيل تعال نطلع معليه هيدا زلم كتير لان يا ابني انتوا لو كنتوا صح كنتوا مليتوا رافائيل قال لي لا وتعرفش عمال نزل بين التخوت يا حبيبي لك شو خلصت هبل خلصت اوكي فاتوا البنات ما هيفوتوا على اوضه النوم لو هيرجع يفوت بيقول لي فوت هيدي بس يا حبيبي يا حبيبي قلبه حنين رفيق لك يا حبيبي انت وياه فاتوا البنات مين لحق مروان وعباس مين لحقين لحقينا ولحقين البنات صح ولا لا ما بعرف ما بتعرف لك ساعه مسكر الباب عمين مسكر لا الباب لا بس رفيق طلع عايز كبنك في حاجه واحده بس رفيق كده خلاص عارف ان الاوضه هي عباره عن مربع مش هيروح منها في حته فقال لك استخبى جنب التخ انت استخبيت في الحته اللي انت مفكر ان يتقفل الباب عليك ومحدش عارف يوصل لك وهي مفتوحه يا حبيبي انا قلت انا بنظري لو فاتوا لحقون يعني فاتت هايدي وفاتت حنان مروان وعباس بده يلحقون انا التايمينج تبع بس امت كان عباس طلع بوجه يعني لو فاتوا على اوضه الدريسنج ما هو دغري اجى على راسهم واحد حنكون متخبيين بالحمام فهن هو وياه فايتين دغري بده يفوتوا على الحمام انا قلت لو فاتوا على الحمام خلص لقيتهم انا صرت طلعت من الاوضه عارف مين اللي فضحتك اصلا؟ حنان عن اول ما دخلت شافتك جنب بتاع يا احنا كلنا بقينا فاهم ايه قوي يا قلت له مش مشوار الباب وقمت فاتح الباب ومنطين اصلا انت احنا كلنا كنا ما انا شفت اجريك واصلين علي يعني شفت اجريك واصلين على التخت شفت الشجع بيعملوا هيك انا قلت كانت لازم اقعد محل بدي اكل السطل مثل ما هو انا نقطت كويس قمت هيك كان مروان فات لجوا انت تعرف احنا فضلنا وقت خايفين ندخل ليه مفكرين ورا الباب دي دخلت نطت دي زقت الباب ونطت اما نطت قمت انا ايه انا خايف ادخل قلت لمروان لا يا رفيال ما احضر بتعمل زي يا هنا كله شوفاد كلسات المي كلسات المي كلسات المي كلسات انا رشحت طلعنا مهضومين خفيف نضيف خيو برنا غير الثياب شو سالنا اسئله نفسيه مروان يلا بليز بليز فدلي فيها على الاخر يا كنت ماشي بملعب مدرسه كل التلاميذ جربوا يدنكوا سله الباسكت جربت الدنكه وما قدرت شو بتحس بلا ما استعين بشيء
بلا هضامة شو بتحس؟ بحس بالقصر. سؤال تاني. ماشي بالشارع شفت عصفور طاير. جربت تطير وما قدرت. لا لا شفت عصفور طاير. جربت تطير وما قدرت. شو بتحس؟ لا 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 شفت عصفور طاير. بشحب فيك أجوبتك.